السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا، هذه حلقة جديدة من برنامج بعد التراويح، هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة على هواء قناة الجزيرة للأطفال طيلة أيام هذا الشهر المبارك والفضيل. فرمضان كريم أعاده علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة. نتمنى أن نقدم لكم اليوم حلقة مميزة بفقراتها وضيوفها، نقدمها لكم أنا وزميلي خالد. خالد، مساء الخير. مساء الخير يا جيهان، وأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام وبمشاهدينا الكرام أيضا. أصدقائنا، أدعوكم جميعا لمتابعتنا يوميا في برنامج بعد التراويح، حيث يتلألأ في سماء رمضان لمركز الجزيرة للأطفال. ونقدم لكم اليوم ماذا في حلقة بعد التراويح لهذه الليلة؟ أجواء العيد بدأت تلوح ممزوجة بيوميات رؤوف الرمضانية بولاية تكساس الأمريكية. في الفقرة الصحية يحدثنا الدكتور عبد الله المطاوع عن الثريد وفوائده الغذائية والصحية. الأستاذ مرعي محمد وفي نصيحته الليلة يدعونا إلى مضاعفة الجهد كي يضاعف الأجر. وتقرير خاص لبرنامج بعد التراويح مباشرة من لندن على هامش الألعاب الأولمبية. نتمنى متابعة ومشاهدة طيبة برفقتنا لليلة مشاهدينا. وضيف حلقة اليوم معنا فنان تونسي نشأ في عائلة محبة للفن، تربت أذناه على أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، سبح في أعماق الفنون بأنواعها من الرسم إلى الشعر فإلى المسرح والموسيقى. هو مؤلف وملحن ومؤدي أغاني للأطفال، هو قائد كورال ومستشار موسيقي. في رصيده الكثير من الألبومات والشهادات والجوائز. تحية لضيف حلقة الليلة من برنامج بعد التراويح، الفنان سامي دوربز أو صديق الأطفال. مرحبا وأهلا بك معنا الليلة. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. رمضان كريم. يعيشك. أعاده الله علينا وعليك وعلى عائلتك بالخير والصحة والبركة إن شاء الله. سعداء اليوم باستضافتك معنا أستاذ سامي. وأنا أسعد أيضا. أخبرنا عن لقب أنت صديق الأطفال، يعني لكي تكون صديق الأطفال ويكون عندك هذا اللقب أو هذه المكانة، يعني هذه مكانة كبيرة، كيف وصلت إليها؟ يعني هي في الحقيقة ألقاب كثيرة أطلقت علي، من ضمنها مطرب الطفولة، صديق الأطفال، فنان الطفولة، سلطان أغنية الطفل. نعم. لكن اللقب المحبذ لدي هو فنان الطفولة فقط. فنان الطفولة هو اللقب المفضل. المفضل لدي. ما الذي ميزك سامي حتى تحصل على كل هذه الألقاب وعلى لقب فنان الطفولة؟ يعني هذه مكانة كبيرة وشرف كبير، يعني أن يكون عندك طبعاً مثل هذا اللقب. الذي ميزني هو في كلمة واحدة، هو حب الكبير لأغاني الأطفال. نعم. وللأطفال. نعم. ولمجال الطفولة عموما. يعني قربك من الطفل. نعم. هو مقربه منك أكثر وجعلهم وحب يتعلقون بك بصدق، يكون حب بصدق وحب لعملي. هذا يجعل كل الناس يعني تصلهم الرسالة بكل صدق. فلهذا أنا في هذه المكانة طبعا، وتستحق هذا اللقب عن جدارة إن شاء الله. إن شاء الله. عرفنا أن هناك اليوم مفاجأة أو هدية لقناة الجزيرة للأطفال. هديتين. بعد التراويح أخبرنا، يعني ما هي أول هدية؟ نتحدث عن أول هدية. أول هدية هما أغنيتين من نفس الألبوم. والألبوم لم يصدر بعد، أنا في صدد إنجازه. نعم. وسنكون نحن هنا السباقين اليوم للاستماع. السباقين، يعني العمل أنجزته يعني تقريبا منذ 4 أيام. نعم. وسيكون حصريا بإذن الله في قناة جزيرة الأطفال. أغنية الحمد لله. الحمد لله. من كلمات عماد زغلامي ومن ألحاني، و أغنية يا عصفور. نعم. كلمات كمال عبد الرحمن شاعر المصري. نعم. وألحان. نستمع للأغنية الأولى. الحمد لله. نعم.
طبعا مع موسيقى مرافقة نستمع إلى كأوراق الشجر يا رب حمدا كحبات المطر كالطير تسعى كأوراق الشجر كالموج في البحر كالزهر العطر كالنجم في الكون يا اسما كريم على كل السماء أرسلت أحمد بالقرآن جاء هدى ونورا على كل السماء وهو الختام لكل الأنبياء أسعد الأرض بالقلب السليم الحمد لله رب العالمين رب السماء في اليوم والليل في كل السنين في السر والجهر مولانا الرحيم في السر والجهر مولانا الرحيم مولانا الرحيم مولانا الرحيم الله جميل 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 شكرا لك على هذه الأغنية الرائعة وعلى هذه الهدية اليوم الخاصة في برنامجنا فقط لو نذكر كلمات وألحان كلمات الشاعر التونسي عماد زغلامي نعم. وألحان وتوزيع رامي المكور نعم سنتحدث قليلا عن الجو العائلي الذي تربيت فيه سامي دورفز نعم. نحن نعرف أن هناك جو فن في العائلة وتربيت على جو فن معين الوالدة والوالد ما مثلا الوالد لم يكن يستمع إلى غير أم كلثوم أو محمد عبد الوهاب نعم فربيت على هذه الأغاني طبعا يعني لم أجد أي ألبوم آخر يعني يا أم كلثوم على الطرب الأصيل نعم طبعا نعم. فأذني تربت على هذا النمط
أغاني محمد فوزي، أغاني وكنت فريد الأطرش. كنت تحفظ هذه الأغاني مع الكلمات وكنت تدون الكلمات. نعم نعم صحيح. نعم. عرفنا أن هناك مئات من الأغاني تحفظها يعني. طبعا المئات المئات. كانت لدي كراس، كان لدي كراس وكنت أكتب أستمع إلى الأغنية وتدون الكلمات وأدون الكلمات. وعندما لا أستمع إلى الموسيقى ودندن وحدي يعني مع الكلمات. كم كان عمرك عندما بدأت يعني تحس بأنك بالفعل تحب الغناء وعندك هذه الموهبة؟ يعني في سن السابعة الثامنة تقريبا. نعم. وفي سن 15 كان عندك مكتبة موسيقية فيها حوالي 500 شريط ولا زالت عندك حتى لا زالت اليوم؟ هل تذكر كيف جمعت هذه الأشرطة؟ يعني كيف كنت تحصل عليها؟ هل أحد كان يهديها لك أم أنت كنت تدخر وتشتريها؟ يعني كيف؟ يعني كان كل مصروفي وكل النقود التي أتحصل عليها سواء في العيد أو في الأيام العادية. نعم. من عند الوالد أو من عند أقاربي. نعم. كنت أشتري بها يعني كلها أشرطة موسيقية. يعني كل الأطفال كانت في 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 ذلك السن يعني يشترون ألعاب وأنا لا أشتري إلا يعني كان عندك شغف كبير منذ صغر سنك للموسيقى وللأغاني. شغف كبير. نعم. شغف كبير يعني لا يضاهيه أي. ربما هذا الشغف الذي وجد عندك منذ الصغر هو الذي سمح بأن تكون اليوم سامي دربز على ما أنت عليه اليوم، على الألقاب الكثيرة الحمد التي لله. حصلت الحمد عليها. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بكم مجددا أصدقائنا والمشاهدين مع فنان الأطفال الطفولة فنان الطفولة فنان الطفولة سامي دربز. برأيك عندما وصلت هذه المكان تكون فنان الطفولة، ما هي معايير هذا الفن للأطفال؟ أول شيء يجب أن تحب هذه النوعية من الأغاني. يجب أن لا تتاجر أو لا تضع التجارة يعني كهدف رئيسي لهذا النوع من الفن. نعم. وإلا ستفقد الكثير من المصداقية. ثالثا طبعا بدون أدنى شك يجب أن تكون هناك موهبة. نعم. موهبة وحد أدنى يعني من لا أريد أن أقول يعني دراسة أكاديمية للموسيقى أو يعني حد أدنى من المعرفة في هذا المجال. نعم. أنت اليوم لست تؤدي فقط أغاني الأطفال بل أنت تؤلف وتكتب وتلحن. نعم. عندما هل تذكر مثلا أول أغنية كتبتها ولحنتها؟ يعني متى بدأت بالكتابة والتلحين فعليا؟ بدأت أو هل تذكر ما كانت الأغنية يعني؟ أتمنى حالياً أتمنى أن لا يكون السؤال صعباً. لا هو صعب. يبدو أنه صعب. هو صعب لأنه تقريباً في رصيدي الآن يعني حوالي 280 أغنية. أغنية. ما شاء الله. يعني من كلمات وألحان ومن نعم. كلمات أشخاص أخرى. لا أتذكر. لا تذكر ما كانت الأغنية الأولى. طب عند كتابتك لأي أغنية تحدثنا عن معايير الفنان، ما هي المعايير التي تتبعها في الكتابة؟ في الكتابة طبعاً يجب أن تكون الكتابة مدروسة يعني تحكي على مشاغل الطفل. نعم. ليس الطفل زمان يعني. نعم. الطفل اليوم. نعم. الطفل اليوم وخصوصا الطفل اليوم. نعم. يعني تحكي مشاغل فقط الطفل. عفوا على المقاطعة ولكن نشاهد في نفس الوقت هذا الكليب. هذا فيديو أرض الأحلام. أرض الأحلام ثاني ألبوم 2008. 2008. نعم. تفضل. يجب أن تكون الكتابة طبعا تحاكي طفل اليوم. تحاكي طفل اليوم وتهتم بقضايا طفل اليوم ومشاغله وانترنته وألعابه لأنه طفل اليوم صعب أنك تقنعه. نعم. صعب جدا. نعم. والحمد لله يعني وجدت أنه في أغنية يعني وجدت كل هذا في أغنية. تعاملت كثيرا مع عدة شعراء
يعني مثل عماد زغلامي الذي أيضا في كتاباته يحاكي طفل اليوم. نعم. ويحكي مشاغله. نعم. اليومية طبعا. نعم. فلهذا سبب كانت الأغاني يعني قريبة جدا للأطفال وموسيقيا أيضا. نعم. يجب أن يكون أيضا التوزيع الموسيقي دعنا من اللحن. نعم. التوزيع يجب أن يكون في نفس المستوى توزيع الموسيقي للكبار فنانين الكبار. نعم. لأن يعني الطفل اليوم يستمع إلى عدة قنوات. صحيح. وموسيقى صاخبة و... ويبتعد شيئا فشيئا عن الموسيقى الطفل التقليدية. نعم. نشاهد الآن هنا في هذا الكليب كورس. هل هذا هو الكورس الحالي الذي لا طبعا هذا طبعا أصبحوا كبارا أصبحوا كبار. ولكن نحن نعرف بأنك أيضا قائد أنا كونت تقريبا ستة كورال وكانوا فقط للأطفال يعني لا فقط للأطفال وحاليا أشتغل مع كورال نبض الحياة اللي هو تأسس في شهر 2 2012. أخبرنا قليلا عن تجربتك مع الكورال كورال الأطفال. ما هي التحديات؟ يعني هناك طبعا اختلاف عندما تتعامل مع أطفال لكي تديرهم وتنظم طبقات صوتهم وكل شيء وبين أن تتعامل مع كبار ويعني ناضجين ومسؤولين عن صوتهم. ما الصعوبات التي واجهتك منذ البداية مع تدريبات؟ طبعا منذ البداية. نعم. وحاليا لا أجد صعوبات. نعم. لأنه البداية. أصبحت البداية. صعوبات طبعا في اختلاف الطبقات طبقات الأصوات طبقات صوتية عند الأطفال. فهذا يشكل نوع من الإزعاج بالنسبة لي. فقط يعني هل كنت تحتاج إلى تدريب بعض العناصر على حدة لكي تدمج فيما بعد ضمن الكورس؟ لا التدريب فقط يقع مع بعض الأفراد الذين سيؤدون السولو أو الأغنية المفردة السولوهات والهارموني الأساسيين التقنيات الغناء الثانوية. نعم. الهارموني والأغاني. نعم. الفردية. نعم. فقط بس معظم الأطفال يؤدون مع بعض. ويعني عندما أستمع إلى أخطاء أو شيئا ما يعني طبعا هناك تدريبات طبعاً. مكثفة كنتم طبعاً. ولا زلتم طبعا تقومون تدريبات مكثفة يعني تقريبا حوالي 4 ساعات في الأسبوع فقط يعني. هل من السهولة تطويع صوت الطفل أو هل من السهولة على الطفل أن يطوع صوته في سن صغير؟ طبعا أسهل شيء عند الطفل التطوير في سن يعني ما بعد من أي سن كنت سأسألك من أي سن يمكن للطفل أن ينخرط في كورال في كورالي من سن 6 سنوات من عمر 6 سنوات يصبح الطفل وطبقاته الصوتية جاهزة لل هناك حد أدنى من الحضور الصوتي يجب أن يكون متوفر. نعم. ولا يكون هذا متوفر إلا ابتداء من سن السادسة. نعم. نواصل حديثنا معك ولكن الآن سننتقل إلى سوق واقف من هنا من الدوحة ربما لم تتسنى بعد لك الفرصة لزيارته. يريد. الآن ستشاهد بعض اللقطات من هناك لأن محمد المري زميلنا سيوفينا من هناك. محمد مساء الخير. مساء النور يا جيهان. أهلا وسهلا بك يا محمد. أنقل لنا لو سمحت أجواء رمضان الليلة من سوق واقف تفضل. شكرا لك يا جيهان وشكرا لك يا خالد ونرحب ونحيي الضيف الذي معكم بالاستوديو. أعزائي المشاهدين يوجد لدينا في سوق واقف محل يضم صور قديمة لدولتنا الحبيبة قطر. سنستقبل الآن ضيفة لتحدثنا عن هذا المحل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. حدثينا عن هذه الصور وما يضم هذا المحل. والله المحل بتاعنا بيضم صور تراثية لدولة قطر الحبيبة من ضمن هذه الصور صور لشيوخ وحكام قطر وصور لأماكن وتراث قطر وصور مساجد قطر أيضا وصور للكورنيش صور ألعاب. صراحة المحل عندنا بيضم صور تعتبر كمية كبيرة جدا لتراث وأماكن ومعالم قطر القديمة يعني وصور قديمة لسوق واقف. طيب شكرا ويعطيك العافية. الله يبارك فيك يا رب. شكرا. شكرا لك محمد المري. يعني ربما كونت فكرة صغيرة عن سوق واقف لا أدري إذا كانت ستتسنى لك الفرصة غدا لزيارته قبل أنا أتساءل عن الاسم سوق واقف. سوق واقف. نعم.
يعني ليش هذا سبب هذه التسمية؟ يقولون بأن الباعة منذ في تلك الحقبة يعني كانوا يبيعون أغراضهم وهم واقفين. يعني نعم وكانت قديما كنا نسميها البياعة. يفرشون الأرض بالأدوات البضائع وما يبيعونها. حلو. طيب. شكرا. معلومة. الآن سنتوقف مع الفقرة الصحية في برنامجنا مع الدكتور عبد الله المطاوع. اليوم الدكتور سيحدثنا عن الثريد وفوائده الغذائية والصحية، فتابعوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، وما كمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، آسيا امرأة فرعون، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اليوم موضوعنا عن الثريد، فانظر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميز وكان يحب الثريد وكان يفضل الثريد عن باقي الأطعمة. والثريد يمكن تستغربون ما هو الثريد، احنا بالخليجي نسميه التشريب، وبالمصري يسمونه الفتة باللحمة، وبالمغربي يسمون الرفيسة، ويعني كل دولة سبحان الله عربية يعني مشهورة بلقب معين. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وبضيفنا الفنان سامي دوربز. سامي، شاركت في الكثير من الفعاليات والمنتديات، ومؤخرا العام الماضي يعني ربما كان آخرها في السنغال. نعم، في دكار. في دكار، أخبرنا أكثر عن هذه المنتديات وربما عن آخر منتدى شاركت فيه. هذا كان ما في إطار المنتدى العالمي الاجتماعي. نعم. أنا عضو في منظمة عالمية اسمها التاير. نعم. تعتني بكل ما هو إنساني في العالم. نعم. وأيضا نائب رئيس جمعية صدى الطفل. نعم. فكانت هناك عدة لقاءات يعني خارج تونس. ومن وأهمها هدف من هذه اللقاءات؟ الهدف هي تقريب المسافات بين فقراء العالم، بين المضطهدين في العالم، بين يعني نتلاقى كل ما هو إنساني واجتماعي. نعم. وهناك دائما في المنتديات العالمية فقرات فنية. نعم. يعني في كل اختتام أو في كل بداية منتدى أو يعني فقرات ليلية، فكنت من في كل منتدى عالمي موجود يعني تقع استضافتي، وآخرها كانت في دكار. فاجأوني يعني يعني أنا رحت لأجل حفل واحد. ففاجأوني بأربع حفلات. أربع حفلات. وفوجئت أيضا، كانت مفاجأة بالنسبة لي، تعاملت مع فنان كبير يعني في السنغال. نعم. هو أوادي ديدي. نعم. في أغنية ثورية، أغنية ثنائية. نعم. وهذا يعني كان من يعني تعاونت ثمرات مؤخرا بأغنية. نعم. ثنائية وبفيديو كليب أيضا. نعم. وهذه كلها موجهة للطفل، الأعمال الإنسانية. نعم. لا للطفل ولا العموم يعني في إنجازاتي الفنية. هناك أعمال للطفل طبعا هي كثيرة، وأعمال يعني وطنية، يعني أعمال إنسانية أخرى تشمل كل المجتمع. نعم. أغاني ملتزمة وأغاني تشمل كل ما هو إنساني، كل ما يخاطب الإنسانية وقضايا العالم. من خلال جولاتك المتكررة، أين تجد أغنية الطفل اليوم؟ أين موقع أغنية الطفل في العالم؟ هل أخذت حقها؟ هل والله تكاد تكون بح. وهل طارت كالعصفور؟ نعم، وخصوصا في العالم العربي.
خصوصا في العالم العربي، لانه في البلدان الاوروبيه وحتى في الصين لما رحت يعني سنتحدث عن اسباب وماذا ينقص الاغنيه اليوم اغنيه الطفل بشكل خاص، ولكن نود ان نستمع للهديه الثانيه التي بجعبتك لنا الليله، اغنيه يا عصفور. اغنيه يا عصفور، لذلك قلت طار العصفور. وهي من كلمات الشاعر المصري كمال عبد الرحمن. كمال عبد الرحمن نعم. وكتبها للراحلة سعاد حسني عندما كانت تود أن تنجز ألبوم للأطفال، لكن القدر شاء القدر شاء أن لا تغني هذه الأغنية، وشاء أيضا القدر أن تكون يعني من نصيبي. من نصيبك، ونحن أيضا يوم شاء القدر من نصيبنا وشاء القدر أن نستمع إلى هذه الأغنية وحصريا على قناة الجزيرة للأطفال في برنامج بعد التراويح. طبعا نحن جاهزون. الشمس الشموسة بتضحك وبترقص ويا النسماية، يلا بنا نفرح ونغني ويا العصفور عالشجراية. العصفور يفرد جناحاته ويطير في السما وسط اخواته. العصفور يفرد جناحاته ويطير في السما وسط اخواته. زقزقزقزقزق بنغم صوته بريء ورقيق، ويزقزقزقزقزق بنغم صوته بريء ورقيق. الشمس الشموسة بتضحك وبترقص ويا النسماية، يلا بينا نفرح ونغني ويا العصفور عالشجراية. جميل جميل رائع. شكرا لك. شكرا. الفنان سامي دربز، نعود لما كنا نتحدث عنه قبل هذه الأغنية. ما الذي ينقص اليوم أو لماذا تفتقر أغنية الطفل، ولماذا يعني هناك شح ويعني قلة في الإنتاج؟ أول شيء لأنه موضوع غير مغري بالنسبة للناس الذين ينتظرون يعني مقابل مادي. مادي. فهذا شيء يعني يجعل يعني الناس تنفر من أو تتوجه إلى غير تتوجه إلى مواضيع أخرى أو نعم. فهمني، فهذا السبب الأساسي. نعم. فقط يعني هذا هو. وهناك من فنانين نعم. الذين يقولون أنا لا أستطيع الغناء للطفل لأنه شيء صعب. وبالفعل يعني ربما من الصعب يعني اختيار أغاني بالفعل يحبها الأطفال ويستمعون إليها، يعني ليس أبدا بالأمر السهل، وتحتاج إلى أشخاص بالفعل يحبون الأطفال ويحبون المواضيع الموجهة للأطفال. طبعا وهؤلاء الأشخاص بالنسبة لهم يعني هذا الموضوع يكون يعني سهل بالنسبة. مرحبا بكم مجددا أصدقائنا المشاهدين، ونعود مع فنان الطفولة. تعلم عندما غنيت أغنية العصفور ذكرتني بحديث شريف، تغدو خماصا وتعود بطانا، وهذا الحديث رأيته مترجما بالأغنية اللي غنيتها. فهل باعتقادك أن عندما مثلا عندما نلحن هذه الأغاني نوعية أغاني معينة ندخلها في المناهج المدرسية، هل ستغرس نوعية الأغاني التي تقدمها المعلومة والثقافة في ذهن الطفل أكثر من التلقين العادي الموجود بالمدارس حاليا؟
طبعا هي أسهل طريقة لتبليغ يعني الحكم والمعلومات والقيم هي عن طريق الأغنية، عن طريق الأنشودة والأغنية، ولا عن طريق الموسيقى والسمع. نعم، ولذلك تجد يعني معظم الأطفال يحفظون يعني الأغاني، حتى أغاني الكبار، عن ظهر قلب، وفي نعم في حياتهم اليومية. نعم. يفعلون ما يرونه يعني في الفيديو. نعم. كليبات ويسمعون، يعني هو للأسف يعني مفروض يعني إنه تكون طريقة التبليغ يعني ليست مقتصرة فقط على الموسيقى. بما أنك أنت فنان الطفولة فنرى أنك قائد هذه الحملة ورافع الشعلة إن شاء الله، يعني ورافع الراية بإذن الله سبحانه وتعالى. عرفنا أنك الكورال الذي تقوده قد اشتهر كثيرا في تونس، فخبرنا عن هذا الكورال، وهل لديك أفكار مستقبلية لكي تأخذ جولة عربية لهذا الكورال؟ ولما لا، يعني هو الكورال يعني عمره تقريبا 6 أشهر، يعني كان الأسرع مثل البرق، يعني الأسرع في نحو تعرف هذا بعد الخبرة تصبح الأمور أسرع وأسهل. نعم، لديك أكثر من 20 سنة خبرة في الحقيقة. الآن فوجئت. نعم. لأنه يعني ما كل الناس يريدون يعني يعني الانضمام مع أبنائهم إلى هذا الكورال. نعم. وحتى الكبار يعني الأولياء ينضمون إلى الكورال. نعم. ويؤدون أغنية الأطفال. يعني إذن ستكون دولة قطر أول محطة لك؟ إن شاء الله، يعني لما لا، لو في دعوات لما لا، يعني أنا أكيد، يعني أنا أقول ملك لجميع الأطفال في العالم. نعم. بدون استثناء، وهذه رسالة يجب أن يعني أبلغها إن شاء الله. إن شاء الله. ننتقل الآن إلى تقريرنا التالي. آدم وعيسى وميراج انضموا إلى أطفال آخرين في نشاط خيري، يجمعون الأغذية على أنواعها، يزينون العلب لتصبح جاهزة وتوزع على المحتاجين خلال هذا الشهر الفضيل. نتابع التقرير التالي من المملكة المتحدة، تابعوا معنا. في هذا المسجد نعلم الأطفال كيف يساعدون الناس، مسلمين وغير مسلمين. أعتقد أن الأطفال فهموا هذا الشيء ووعوا أن العطاء ليس فقط بالمال، نعطي الوقت ونساعد الجائعين بتجميع الأكل. كونك مسلما هام جدا مساعدة الآخرين بإعطائهم المأكولات. هام جدا العطاء. نعم، هام جدا إعطاء المحتاجين ما يأكلونه. People food who don't have food. This is Adam. هذا آدم وهذا عيسى، عفوا، وهذه ميراج. إنهم في صدد تزيين العلب لوضع المأكولات فيها وإعطائها للمؤسسات الخيرية. قطعة شريط لاصق. Stick it on this side first. تلصقوه هنا أولا. وتلصق قطعة أخرى في هذا الجانب. أمر هام جدا أن يتعلم الأطفال وخاصة الأطفال هنا إعطاء الوقت اللازم لتأمين الأكل للمحتاجين، وخاصة الذين قصت عليهم الحياة. في هذه المنطقة يوجد الكثير من المحتاجين، وخلال شهر رمضان المبارك الصيام هام جدا، والتفكير بهؤلاء هام جدا أيضا. هنا برنامج بعد التراويح مباشرة على هواء قناة الجزيرة للأطفال، ومع ضيفنا المميز لحلقة الليلة الفنان سامي دوربز. نشكرك على حضورك معنا اليوم. أنت يعني خلال مسيرتك حتى اليوم حصلت على الكثير من الشهادات، التقدير والجوائز، ونحن اليوم سعدنا باستضافتك معنا واستمعنا إلى آخر إصدارات سامي دوربز. اليوم ماذا توجه لأطفال العرب بشكل خاص، أو أي تحية أو كلمة أخيرة من خلال قناة الجزيرة للأطفال؟
كلمة أخيرة إلى كل أطفال العالم أقول مرة أخرى أحبكم أحبكم أحبكم، ولو أجد الفرصة لأصل إلى كل الأطفال في العالم إن شاء الله. وأنا عندي هنا أحمل بيدي يعني إصداراتك وألبوماتك كثيرة جدا، يعني هذا لا شيء أمام الإصدارات الكبيرة، وأعتقد بأن هنا أخرى. نعم. هي ربما من الأغاني الأولى التي صورت ككليب، فيديو كليب. نعم. كفيديو كليب المخرج طارق المصراتي. هنا 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 نينو صبت الماء، أحبها كثيرا هذه الأغنية. جيت العصفورة تشرب عملت فر 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 فر. نعم. إذا نشكرك من جديد على حضورك معنا. شكرا. ورمضان كريم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بعد التراويح، كنا معكم مباشرة من الحي الثقافي كتارة، أنا وزميلي خالد نعطيكم موعدا غدا بإذن الله في نفس الموعد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع فقرات جديدة وضيوف جدد، فكونوا في الموعد. تصبحون على خير ورمضان كريم. تصبحون على خير.